من الموضوعات المهمة جدا واللي كان ليها ردود فعل من امبارح هو إعلان وزارة الصحة امبارح عن فحص 215 ألف مواطن ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن خلال 4 أشهر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال دكتور محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة اللي هيكون معانا على الهاتف يعني الآن علشان نعرف تفاصيل إيه هي الرعاية الصحية اللي بتقدم لكبار السن تحديدا. ويمكن إحنا عارفين إن في عدد من الحملات اللي قامت بيها مصر أو الدولة المصرية على مدار 7 سنوات اللي فاتت، بنتكلم على إنهاء القوائم الخاصة بالانتظار لعلاج الحالات الحرجة، بنتكلم أيضا عن برنامج مصر خالية من فيروس سي، بنتكلم عن 100 مليون صحة وغيرها من الحملات. هنروح دلوقتي لدكتور محمد عبد الله ونعرف منه رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة ونعرف منه تفاصيل البرنامج المقدم لكبار السن. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، صباح الخير للسادة المشاهدين. دكتور خير. إيه يعني البرنامج اللي بيقدم لمدة 4 أشهر لكبار السن؟ عاوزين نعرف تفاصيل البرنامج الخاص بالرعاية الصحية ليهم. هو البرنامج بدأ يا فندم في الأول من شهر أكتوبر العام الماضي. البرنامج بيستهدف أهالينا من كبار السن فوق سن 65 سنة. لا. البرنامج بيقدم حسبة خدمات صحية متكاملة بتغطي جميع الاحتياجات اللي بيحتاجها المواطن من كبار السن. نعم. بيتم الأول عمل فحص طبي إكلينيكي، بتعمل تحاليل طبية بندور فيها، هدفنا الاكتشاف المبكر عن الأمراض الريفيرية الأكثر شيوعا والاكتشاف المبكر لأي مشاكل صحية. نعم. تستدعي التدخل المبكر، لأن زي ما حضرتك عارف إن التدخل المبكر دايما بيدي نتيجة أفضل. صحيح. الوقاية خير من العلاج يعني. طبعا طبعا يا فندم طبعا. نعم. طب احنا بنتكلم كده، انا اسف يا بسات، احنا كده بنتكلم يا دكتور على نهايه البرنامج، لان احنا بنقول 4 أشهر من شهر 10 او اكتوبر الماضي. لا، هو البرنامج مستمر يا فندم، والبرنامج يعني هدفه ان احنا بنعمل زياره نصف سنويه لكل شخص، يعني انا مش بجيبه مره. نعم. واحده فقط وبكتفي بهذه الزياره، أنا عايزه يبقى زي ما بنقول الربط بالخدمة الطبية. نعم. يعني هو بيشرفنا بالزيارة النهاردة، بنديله كارت، الكارت ده بيبقى موجود فيه نتائج والفحوصات الخاصة بيه وميعاد الزيارة الجاية بتاعه اللي هو بيبقى كمان 6 شهور. طبعا. نعم. كمان 6 شهور دي للزيارة التقييمية الأخرى عشان برضه نكمل يعني الفحوصات الدورية، ولكن طبعا بننبهه إن هو لو في لا قدر الله أي مشكلة بيشرفنا بالزيارة بأي وقت، لو عنده أي أعراض حابب يطمن على نفسه حابب يكشف طبعا اكيد بيشرفنا في اي وقت. وبنعمل خدمه الاحاله للمستشفيات اذا استلزم الامر، لو هو هيعمل فحوصات اعلى او لا قدر الله في اي تدخلات. طب دكتور احنا بنتكلم بدايه من سن كام يعني؟ و 65 يا فندم. 65. وبدا الاقبال بقى، كلمنا عنه. طبعا الحمد لله، والاقبال يعني بيشهد تزايد في الفتره الحاليه. احنا بنقدم خدماتنا في 401 منشاه للرعايه الصحيه الاوليه. احنا عدد المواطنين دلوقتي تلقوا الخدمه حوالي 215 الف مواطن على مستوى الجمهوريه. احنا طبعا بنزود في عدد الوحدات اللي بتقدم الخدمه تباعا، واحنا كده كده عندنا في كل مركز يعني في كل مركز او اداره صحيه بيبقى في عندنا وحده او اثنين بتقدم الخدمه. اوكي. طيب هل يعني حضرتك كده اتكلمت على فكره السن الخاص بالمتقدمين للبرنامج، لكن في علاقه ما بين البرنامج والتامين الصحي او المبادرات الرئاسيه كمان اللي تم يعني اقامتها وتقديمها لكافه فئات المجتمع المصري من 7 سنين، بنتكلم على 100 مليون صحه، مصر خاليه من فيروس سي، يعني هل في علاقه ما بين ده ولا البرنامج يعني لا يخضع لهذه المبادرات؟ لا طبعا يا فندم، احنا كلنا بنكمل بعض، وفي الاخر هو احنا بنستهدف صحه المواطن المصري. نعم. الفكره كلها ان احنا زي ما حضرتك شايف ان طبعا استثمارا لنجاح المبادرات الرئاسيه اللي بقى. صحيح. موجود، بدانا نقدم اكتر من مبادره، وبدات المبادرات تاخد شكل مختلف، وهو ان يستهدف مبادرات بتستهدف سن معين او يعني مبادرات موجهه للمراه او للطفل او هكذا. نعم. علشان نغطي جميع الاحتياجات. لو ادي حضرتك مثال، مثلا مبادره زي مبادره الانيميا والتقزم. نعم. يعني بتستهدف اطفال المدارس عشان المرحله العمريه دي احنا بنخاف عليهم من المشاكل اللي علاقه بالانيميا والتقزم والسمنه. صحيح. مثلا مبادرات موجهه للمراه زي مبادره صحه الام والجنين او مبادره صحه المراه. نعم. ونفس الكلام بالنسبه لكبار السن، احنا هي الفكره ان احنا بنستهدف جميع كل شرائح المجتمع.
بالظبط، وبنشوف كل شريحه مجتمعيه ايه المشاكل الصحيه اللي احنا بنخاف عليها انه يصاب بيها، وبالتالي بنستهدفها في الكشف المبكر. طب كلمنا يا فندم عن يمكن اكثر المشاكل الصحيه الاكثر شيوعا في المرحله العمريه دي، وهل بتختلف مثلا من محافظه للتانية؟ يعني هل مثلا بنلاقي في مرض معين منتشر في مكان عن التاني اكثر؟ تمام، احنا عندنا يا فندم طبعا الامراض الريسبيرتوري بتشكل الحيز الاكبر من المشكله، امراض الضغط، ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر. يعتبر دول اكثر مشكلتين بتواجه كبار السن. لا، هي القصه طبعا يعني الامراض الغير ساريه بتشكل يعني اغلب نسبه الاصابه يعني في العالم كله، يعني هي الاكثر شيوعا. تمام، يمكن يعتبر كبار السن ليهم كمان جزء اخر من الخدمات اللي بتقدم، وهي الخدمات اللي ليها علاقه بالتقييم التغذوي والتقييم النفسي. انا بحتاج برضه في المرحله العمريه دي اطمن ان هو بيحصل على التغذيه السليمه المناسبه لعمره، والتقييم النفسي لاي مشاكل اشوف لاي بوادر قد تحدث نتيجه بعض التحديات، زي مثلا لو كان في نوع من انواع المشاكل في الادراك او مشاكل ليها علاقه بمثلا الاكتئاب او ما شابه، واتعامل معها مبكرا. ده كله بيتقدم في حزمة البرامج اللي بتقدم في برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن، وزي ما قلت لحضراتكم هدفنا ان احنا نكتشف مبكرا اي مشاكل والاحالة اذا استلزم الامر. نعم. طيب لو ودكتور يعني انا مفيش حد او بيت مصري تحديد ما عندوش حد من كبار السن، لو والدي حد يعني قريبي عاوز يروح يعمل هذه الفحوصات، ايه الاماكن اللي ممكن يتوجه ليها؟ زي ما قلت لحضرتك احنا الخدمات بتقدم في منشآت الرعايه الصحيه الاوليه، لا. عددهم 401 منشأه، عشان اعرف اقرب منشأه ليا بتصل بالخط الساخن لوزاره الصحه 15335، بيوجهني لاقرب منشأه رعايه صحيه اوليه في منطقتي، بيتم الكشف هناك بالمجان وبيتقدم له الخدمه ان شاء الله. نعم. طيب دكتور محمد عبد الله، بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وبنتمنى التوفيق يعني لهذه المبادرة اللي بترعى أهلنا من كبار السن.